بخنا في مدينه كاع والله بخنا في مدينه كاع السلام عليكم. معكم أمين معطي بكري، مدرب في نادي الملكي الزوارق الشراعية. في الصباح تفاجأنا بالوفاة ديال السي رشيد مسكين، كنا مازلنا في الطريق تاع ما فهمنا والو الصراحة. ما الحمد لله بدا اللي ما ماتوش الناس كثار ولا هذا. والسي رشيد مسكين الله يرحمه، كان الله يعمر سلعة، هذا اللي كاين. رشيد هو صاحب المحل، رشيد مسكين كان هو صاحب المحل ايوا مسكين. لا لا، حنا عندنا التلاميذ ديالنا هنا في النادي، كنا راجعين صافي نتفاجئوا بالصوت وصافي، ما عرفناش بلا كاين الحريق بحال هكذا ولا شحال. اربعه الناس مساكن عندهم اصابات، الله يزيدهم في الراحه ان شاء الله، نتمنى يكون خير. سي رشيد الله يرحمه مسكين، يعني كانت كبيره. كانت كبيره. Thank you.